منذ عرف الناس المقايضة ووجدوا في التجارة سداً لحاجاتهم ونقلاً لممتلكاتهم عن طرب، والتجارة لا تفتأ تتطور في شكلها وفلسفتها. ولأن التجارة حرفة أساسية لدى العرب، فقد عرف البيع والشراء والسوق أنماطاً عديدة لديهم، ورثنا منها الكثير، ولعل مما ورثناه منهم هو الأسواق القديمة التي تزخر بها العواصم العربية كلها. صباحات متآلفة، دكاكين متجاورة، وبضائع تتداخل فيما بينها. ما الحاجة التي أدت إلى بناء هذه الأسواق في حينها؟ وما القيمة الاجتماعية لها؟ وما أهم مميزاتها العمرانية؟ وما مدى تقاطعها مع ثقافة المجتمعات الشرقية؟ وهل تختلف في تكوينها بين مدينة وأخرى من مدن العالم الإسلامي؟ ومن القديم للحديث، اتسعت الأسواق ولمعت جدرانها، وسجنت بضائعها في واجهات زجاجية باردة فيما عرف بالمولات، إحدى الأنماط الثقافية الوافدة إلى الشرق مع العولمة. ما الدلالة الثقافية للمولات؟ وما الفرق بينها وبين الأسواق القديمة؟ هل مثل التغير في الشكل من الأسواق القديمة للمولات تغيراً في فلسفة البيع والشراء؟ العولمة استثمار ثقافي تم توظيفه في ميدان الإنتاج والاستهلاك، هذا ما يطرحه الدكتور عبد الإله بلقزيس في إحدى أبحاثه، ونناقشه معه في محاضرة بعنوان أنماط التسوق في المجتمع الشرقي قراءة حضارية. الدكتور عبد الإله بلقزيز كاتب مغربي معاصر حاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباط، يعمل أستاذاً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما يشغل منصب أمين عام المنتدى المغربي العربي في الرباط، كما عمل مديراً للدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. يكتب في العديد من الصحف العربية مثل الخليج والحياة والسفير والنهار، كما صدر له 31 كتاباً في الفكر الإسلامي والحداثة والدولة والمجتمع ونقد الخطاب القومي وإشكاليات الثقافة في القرن العشرين وتكوين المجال السياسي الإسلامي.